فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للمسح على الجوارب، ما الذي يمسح؟ هل لا بد من مسح جميع ظاهر الجورب أو مكان معين منه؟ مثل المسح على الخف من رؤوس الأصابع إلى الساقين، ظاهر الجورب وظاهر الخف، يجري يديه مبلولتين بالماء من رؤوس الأصابع إلى الساقين مرة واحدة دون أسفله ودون جوانبه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.